قصص الصحابة والتابعين. الصحابي الذي كان يفطر في رمضان على جماع امرأته. يعد الصيام من أفضل العبادات التي فرضها الله عز وجل، ويتم صيام شهر رمضان المبارك حيث يمتنع الإنسان عن تناول الطعام والشراب وممارسة الجماع مع زوجته في نهار رمضان. وبعد أذان المغرب يحل للمسلمين الإفطار والاستمرار في ممارسة أنشطتهم اليومية. وقد تم ذكر أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد أذان المغرب يفطر على جماع زوجته قبل أن يأكل أو يشرب شيئا. فمن هو هذا الصحابي الجليل؟ ولماذا كان يفعل ذلك؟ وهل هذا حلال أم حرام؟ هذا ما سنعرفه في هذا الفيديو. لا مانع من أن يجامع الرجل زوجته بعد غروب الشمس في رمضان حتى إن لم يأكل أو يشرب شيئا، والصوم لديه ولدى زوجته صحيح ولا شيء عليه، ولا يجب عليه أي كفارة، وليس عليه ذنب. فبعد أذان المغرب يصبح كل شيء كان محرما في الصيام حلالا، سواء كان من مأكل أو مشرب أو جماع، وللمسلم أن يقوم بما يريد. وأن عملية الجماع أو الوطئ بعد المغرب لا حرمانية فيها، لأنها لا تخالف قواعد الصيام، كما أنها لا تخالف أي حكم شرعي معروف في الدين الإسلامي. ولا مانع للرجل أن يقوم بمجامعة زوجته بعد الأذان مباشرة. وقد ورد هذا الشيء عن ابن عمر في رواية الطبراني في الكبير عن سند حسنه الهيثمي عن ابن سيرين أنه ربما أفطر ابن عمر على الجماع. والصحابي الجليل عبد الله بن عمر كان يجامع زوجته مع آذان المغرب، حيث أنه كان يقول: لا أعلم أحدا إصابة للنساء أكثر مني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر غير محرم في الإسلام، فقد كان يفعله عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فقد كان ينتظر آذان المغرب، فإذا ما أذن المغرب فإنه يجامع زوجته. وطالما أن هذا الأمر لا يدخل في المحرمات أو مبطلات الصوم، فإنه جائز ولا حرج من القيام به إذا أراد المسلم فعل ذلك. وبكذا يكون عرفنا من هو الصحابي الجليل الذي كان يفطر بعد آذان المغرب في رمضان على جماع زوجته قبل أن يأكل أو يشرب شيئا. دمتم في أمان الله. فضلا منكم الاشتراك في القناة ولايك للفيديو، وأكون شاكر جدا جدا لحضراتكم، وجزاكم الله خير.